أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من يمن شباب. مساء الخير بسمة. مساء الخير هشام. نستهل نشرتنا بأبرز العناوين. على وقع انتصار عدن وأبين، الحكومة تعلن انفتاحها على الحوار تحت سقف الشرعية وتجدد رفضها المطلق لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة. الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن تؤكد دعمها الكامل للشرعية والتزامها بوحدة اليمن وسيادته، وتدفع نحو تشكيل جبهة يمنية واسعة لمواجهة الحوثي. مظاهرة جماهيرية في التربة تأييدا للشرعية ورفضا للتمرد والانقلابات، ومستشار رئيس الجمهورية يقول إن تحرير تعز المهمة القادمة بعد استقرار عدن. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها وبسط سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن. نعم، وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على معظم المدينة، فيما سمع دوي انفجار عنيف في مديرية دار سعد بعدن وسط تحليق لطيران التحالف. المصادر ذكرت أن التحالف شن غارة جوية في منطقة شرق حي العريش بمديرية خور مكسر، استهدفت مواقعا لمجامع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي. إذن ينضم إلينا مراسلنا أدهم فهد. أدهم، ما هي آخر التطورات في عدن؟ نعم، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع خالية شمالية عدن، تحديدا في مديرية دار سعد وأيضا شرقية عدن في منطقة العريش. تحديدا الغارات لم تستهدف أي مواقع عسكرية أو أي تعزيزات، إلا ما استهدفت مواقع خالية. لا يمكن القول أو الجزم بأن تلك الغارات إنما هي تحذيرية. بالنسبة للوضع الميداني في المدينة، الوضع تشهد مديرية العاصمة المؤقتة عدن الثمان حالة من الهدوء الحذر. بعض الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني متواجدة في أطراف مديرية خور مكسر وأيضا في مديرية دار سعد. أما بالنسبة لمديرية البريقة فلم يتدخل الجيش الوطني هناك بعد، إلا أن قوات الحزام الأمني وميليشيا الانتقالي عموما انسحبت من المديرية، فيما سيطر عليها مسلحون من أفراد المقاومة الشعبية ومن منتسبي القوات الحكومية الذين خرجوا من منازلهم وبسلاحهم الشخصي. مصادر عسكرية تحدثت إلينا بأن الحملة العسكرية المكلفة من رئيس الجمهورية بقيادة اللواء الركن ناصر الدباني رئيسية العملية الحربية ما تزال رابضة في شرقية عدن وتحديدا عند نقطة العلم. لم تصدر الأوامر العليا حتى الآن بدخول العاصمة المؤقتة عدن، لكن ربما تكون هذه العملية خلال الساعات القليلة القادمة. الساعات القليلة القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت والكثير من التوترات. نعم. حتى اللحظة المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في بيان جديد له استمراره في المواجهة وبأنه لن يسلم الأمور في عدن. نعم أدهم، هل هناك تحليق لطيران التحالف في سماء عدن؟ نعم، التحليق مستمر منذ ما بعد مغيب الشمس وحتى الآن. هناك تحليق منخفض شمالي عدن بالذات. أما بالنسبة للغارة ذكرت سابقا أن مجموعها يكاد يكون خمس غارات على مواقع خالية في مديرية غور مكسر وأخرى في دار سعد. نعم، مراسلنا أدهم فهد، شكرا جزيلا لك. من جهتها، أبدت الحكومة انفتاحها على الحوار تحت سيادة الدولة والقانون في إشارة للمساعي الدولية التي تتبناها السعودية لعقد اجتماع في الرياض بينها وبين المجلس الانتقالي وتوحيد جهود كافة القوى والأطراف اليمنية المناهضة للميليشيا الإيرانية. وجددت الحكومة رفضها أي بناء عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة، وأكد رئيس الوزراء معين عبد الملك وجود فرصة حقيقية لإصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية وبنائهما وفقا لراية حديثة وخطط سليمة بما يساهم في هزيمة الانقلاب الحوثي. وقال رئيس الوزراء في تغريدات على تويتر إن عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب، وإن الوطن يتسع للجميع في ظل الأمن والاستقرار والحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون، وأضاف يدنا ممدودة وقلوبنا مفتوحة. وأصدر رئيس الوزراء توجيهات حازمة بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى، وذلك بعد أن أحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها على معظم مناطق العاصمة المؤقتة عدن وانهيارات واسعة في صفوف ميليشيا المجلس الانتقالي.
ووزارة الداخلية وجهت بمنع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن. نعم، ووجهت الوزارة كافة منتسبيها للقيام بمهامهم بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين كافة الممتلكات العامة والخاصة في محافظات أبين ولحج وعدن، والتحلي باليقظة الكاملة والحرص الشديد للحفاظ على الأمن والسكينة العامة. أعلن محافظ أبين قائد محور المحافظة لواء الركن أبو بكر حسين سالم سيطرة قوات الجيش الوطني على كافة مديريات أبين وإنهاء تمرد المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ. نعم، ونقلت الوكالة عن محافظ أبين قوله إنه تم تحرير أبين وبدء عملية ترتيب الأوضاع تمهيدا لعودتها إلى طبيعتها، كما تتم عملية ترتيب الأوضاع مع رئيس هيئة العمليات الحربية قائد حملة القوات الشرعية اللواء الركن ناصر الذيباني بشأن إعادة الانتشار أو انتشار الوحدات العسكرية والقوات الخاصة بمحافظة أبين. نعم، وقام محافظ أبين بزيارة لموقع تمركز القوات المشاركة في مهمة تأمين المحافظة، وقال إن مهام تأمين الخط الدولي من نقطة دوفس أبين حتى نقطة العلم وصولا إلى منطقة العريش المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن تم إسنادها للوحدات العسكرية وقوات الأمن الخاصة. وأضاف أنه تم التوجيه بالانتشار الأمني في مداخل ومخارج المحافظة وتأمين المنشآت الحيوية والهامة فيها، والتوجيه بحسن التعامل مع عناصر الوحدات الأمنية من قوات الحزام الأمني والتدخل السريع. دوليا، أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دعم دولهم الكامل للشرعية والحكومة اليمنية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا، والتزام بلدانهم القوية بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني. جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والصين، أشاروا فيه إلى أهمية احتواء جميع الأطراف المناهضة للانقلاب الحوثي في جبهة يمنية واحدة ضد الميليشيا الحوثية. وشدد سفراء الدول الخمس على رفض دولهم الكامل لاستخدام العنف كوسيلة للوصول إلى غايات سياسية كما حدث مؤخرا في المحافظات الجنوبية. السفراء أشادوا بموقف الحكومة الإيجابي من دعوة الحوار بين الحكومة والانتقالي وحرصها على حقن الدماء وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف في جبهة مواجهة الانقلاب الحوثي، وأكد السفراء على أهمية مرجعيات الحل السياسي في اليمن للوصول إلى حل مستدام للأزمة اليمنية. من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي على موقف الحكومة الرافض للجوء إلى العنف أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية أو الوصول للسلطة بطرق غير مشروعة. وشدد الحضرمي على موقف الحكومة الرافض لاستمرار أو وجود أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، وعبر عن ترحيب الحكومة بانضمام قادة وأفراد التشكيلات العسكرية التي كانت تتبع ما يسمى بالمجلس الانتقالي وانضوائها تحت المؤسسة العسكرية والأمنية للحكومة الشرعية. وحول عملية السلام، قال نائب وزير الخارجية إن تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة هو المفتاح للمضي نحو جولات قادمة من المشاورات. وأضاف أن دعم الحكومة مستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث وانخراطها الإيجابي للدفع قدما بخطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك النقاشات التي تجري ضمن لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وجدد الحضرمي تحميل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن أي كارثة بيئية في البحر الأحمر نتيجة رفضها المتكرر السماح لفريق فني أممي بالوصول إلى الحديدة لإصلاح وصيانة خزان صافر النفطي. ودعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها أمام العالم وضرورة كشف حقيقة عرقلة ميليشيا الحوثي لحل هذه المشكلة الخطيرة، مرحبا في الوقت نفسه بالجهود الأممية المستمرة لإرسال فريقها الفني لتقييم وضع الخزان تمهيدا لصيانته رغم تعنث ميليشيا الحوثي.
تغيرات سريعة في المشهد اليمني وعودة قوية للشرعية في ظل توجهات مدعومة دوليا لتشكيل جبهة يمنية واسعة في إطار الشرعية توحد جهود وطاقات وأهداف كل القوى والأطراف المناهضة للميليشيا الحوثية والمشروع الإيراني التخريبي. التقرير. من شبوة فاتحة انتصارات مشروع الدولة الاتحادية إلى العاصمة المؤقتة عدن، تتنفس اليمن الصعداء بعد صراع مرير مع المتغيرات، وتستعيد البلاد الأمل. بإسناد قوي من الأشقاء في السعودية، بسطت الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي سيطرتها على عدن عاصمة البلاد مؤقتا، وتدشين مرحلة جديدة، مرحلة هدفها طي سنوات من تنازع النفوذ بين الحكومة وكيانات مسلحة خارج إطار الدولة، قوضة الشرعية لسنوات ودمج الجميع تحت سلطة الدولة الشرعية. برؤية واضحة لدى الشرعية والسعودية تعود الأمور إلى مسارها السليم، حيث سيتسنى للحكومة ممارسة سلطاتها كاملة دون انتقاص. يأتي الانتشار القوي والسريع للجيش الوطني خلال الأيام القليلة الماضية وفرضه سيطرته الكاملة على عدة محافظات لم تكن تحت سلطة الشرعية فعليا، مفعما بروح العزم وقوة الإرادة وفي ظل وضوح الهدف. البداية القوية هي نتيجة لتفاهمات يمنية سعودية دولية لتوحيد كافة القوى والأطراف المناهضة للمشروع الإيراني التخريبي تحت راية الشرعية، واقع جديد يفرض نفسه لتثبيت الشرعية عبر خوض معارك في محافظات سبق تحريرها، واستعصت معها ممارسة الحكومة والبرلمان وجودهما ومهامهما من داخل العاصمة المؤقتة للبلاد خلال الفترة السابقة. معارك جرت محاولات عدة لتجنبها، لكنها اصطدمت بإصرار ميليشيا المجلس الانتقالي الإماراتي على القتال ورفضه عودة الحكومة أو البرلمان. استعادت قوات الجيش الوطني السيطرة على مطار عدن الدولي بعد مواجهات مع ميليشيا الانتقالي الإماراتي. وأعلنت مصادر ملاحية إيقاف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي اليوم الأربعاء. وقالت المصادر اليمن الشباب إن القوات الإماراتية المتواجدة في المطار أخلتهم من الموظفين وأجبرتهم على المغادرة. وأشارت المصادر إلى أن ممارسات القوات الإماراتية أدت إلى إيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطار. وأعاقت القوات الإماراتية العمل في المطار بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع النشاط الملاحي للمطار. هذا ووجهت وزارة الداخلية الوحدات العسكرية والأمنية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة المؤقتة عدن التي يجري تحريرها من قوات الانتقالية الإماراتي الانقلابية. وقال وزير الداخلية أحمد الميسري في نداء عاجل للقيادات الأمنية والعسكرية التي تقود عمليات تحرير عدن، يجب الحفاظ على عدن وحماية أهلها. وحذر الوزير الميسري من حدوث أي اقتحامات أو عمليات انتقام من قيادات الانتقالية الإماراتي، مؤكدا على أنه لن يتم السماح بأي أعمال انتقامية من أي طرف، داعيا إلى انتهاج سلوك الدولة. وكانت قوات الجيش الوطني دخلت اليوم الأربعاء مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الانتقالي الإماراتي. نعم، وقال مصدر عسكري لقناة يمن شباب إن قوات الجيش دخلت مدينة زنجبار من الجهة الشرقية للمدينة. نعم، في السياق استقبل المواطنون الجيش الوطني في مدينة زنجبار برفع الأعلام والرقص والأهازيج الشعبية ترحيبا واحتفالا بدخولهم المدينة وطرد ميليشيا الانتقالي الإماراتي منها. وهتف المواطنون بشعارات تؤيد الجيش في القضاء على مشروع الانتقالي الذي يهدف إلى تمزيق وحدة اليمن وإدخاله في مربع الفوضى. إذن هزمت ميليشيا الإمارات في شبوة وأبين وصولا إلى عدن، وبات المشروع الإماراتي ووضع قواتها في اليمن محل تساؤل، فيما يرجح آخرون انسحابها النهائي من اليمن. أبين هي المحافظة الثانية تعود بأغلبية مديريتها للدولة الشرعية بعد محافظة شبوة، وسط انهيار غير مسبوق لميليشيات الإمارات وبدء نقل عائلات قيادات في المجلس الانتقالي إلى خارج البلاد. ويبدو أن الوجهة صوب أبو ظبي التي بدأت هي الأخرى بإخلاء معسكراتها في مدينة عدن من الأسلحة والمعدات والدبابات والمدرعات وغيرها من الآليات ونقلها إلى سفن في عرض البحر بعد أن استخدمتها في التمرد على الشرعية وتنفيذ الانقلاب على مؤسسات الدولة.
انقلاب صاحبته نشوة عنف جعلت بن بوريك صبيحة عيد الأضحى يلقي خطبة النصر الذي توعد السعودية فيها بالصمود أمامها على طريق الحوثيين، مبديا نزعة انتقام استحوذت على سلوك المجلس الانتقالي الذي كان قد هيأ نفسه لإعلان الانفصال وتسلم السلطة في المحافظات الجنوبية وفق وعود إماراتية ظل يتلقاها طيلة العام المنصرم، وعود اعتقد أنها كفيلة بتنصيبه حاكما بالقوة مستندا إلى الإمبراطورية الإماراتية الضاحكة التي تبخرت أحلامها بعد أن توهمت أن احتياطها المالي وعلاقاتها التجارية تعطيها القدرة على تقسيم كيان الدولة اليمنية وبناء سلطات وسلطنات وكيلة على أجزائها المقسمة قبل أن تتمكن السلطة الشرعية وجيشها الوطني بإسناد سعودي من كبح دفاعاتها ومغامراتها العسكرية من خلال معركة شبوة وتأمين موانئها وحقول نفطها، ثم استعادة أبين التي لعبت الخارطة الاجتماعية والقبائل فيها دورا بارزا في توجيه هزيمة مهنية للإمارات على وشك الإعلان عن السيطرة الكاملة على المحافظة. الانتصارات المتتالية للشرعية وضعت عدن أمام سؤال، ما إذا كانت ستلحق كاملة بشبوة وأبين؟ ثمة إجابة ترتسم على الأرض، إذ تستمر عملية تقدم قوات الجيش الوطني صوب عدن، الأمر الذي فسر عملية نهب واسعة للمعسكرات والمؤسسات قامت بها ميليشيات هاني بن بوريك ومجلسه الانتقالي في عدن، بما تحدثت مصادر أخرى عن قيام ميليشيات تابعة لعيدروس الزبيدي بنقل أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى محافظات الضالع. رسائل متعددة وفي أكثر من اتجاه حملتها التطورات المتسارعة لصالح الشرعية وجيشها الوطني، لعل أبرزها فشل رهان الإمارات على الانتقالي وفشل رهان الانتقالي على أبوظبي إثر انكشافها وعدم قدرتها على حمايته وسط استسلامها الكامل أمام السعودية وانصياعها التام بإعلان تأييدها لشرعية الرئيس هادي ودعمها لوحدة اليمن، كما أن ثمة رسائل أخرى تشير إلى فشل الرهان على خنق تعز من قبل ميليشيات يبدو مصيرها أقرب إلى ما آلت إليه ميليشيا الانتقالية. أكد مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي أن استكمال تحرير تعز المهمة الأولى بعد استقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن لتأمين المحافظات الجنوبية. وقال المخلافي في تغريدات على حسابه بتويتر أن تحرير تعز يمثل فرصة أمام الشرعية والتحالف العربي لتأمين المحافظات الجنوبية العاصمة المؤقتة عدن وتحقيق خطوة هامة في دحر الانقلاب الحوثي، وهي خطوة كانت ممكنة بعد تحرير عدن من الحوثي وجرى إعاقتها آنذاك. وأضاف أن الوقت حان كي تستعيد عدن روحها المدنية وتحظى بالاهتمام اللازم وبالخدمات الأساسية الكافية بعد أن زالت كل المعيقات. وقال المخلافي إن الأحداث تثبت أن الدولة والشرعية والمشروعية هي خيارات اليمنيين على امتداد الأرض اليمنية شمالا وجنوبا، كما تثبت رفضهم الميليشيا والانقلابات والتمرد واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، ويرفضون الإقصاء والانفراد والخطاب العنصري أو المناطقي أو الفئوي أو الاستعلائي تحت أي مبرر. تظاهر الآلاف من أبناء مديرية الشمايتين بساحة النصر بمدينة التربة تأييدا للدولة والشرعية ودعما للجيش الوطني لاستكمال التحرير ورفضا للمشاريع القروية والمناطقية، كما طالبوا الجهات الرسمية بوضع حد لكل التحركات المشبوهة لعصابات التمرد والانقلاب والمرتهنة في قرارها ودعمها وسلاحها للخارج. نعم، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة ومؤسسة الجيش والأمن مشاريع حرب واقتتال داخلي لن تخدم في الأخير سوى ميليشيا الحوثي وانقلابها ومشروعها الطائفي. ودعا المتظاهرون كافة أبناء الحجرية بمختلف مشاربهم وأطيافهم السياسية والاجتماعية إلى توحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة لاستكمال مسيرة تحرير تعز وسائر اليمن الاتحادي. كما دعا المتظاهرون للتصدي لكل من يعمل على إقلاق الأمن والسكينة العامة وتمزيق النسيج الاجتماعي.
استكملت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء تمشيط وتأمين المناطق والمواقع الاستراتيجية التي حررتها مؤخرا في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة. وأكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني استكمل تمشيط وتأمين سلسلة جبال ووادي عار وجبال القصوص في جبهة النقعة بمديرية الصفراء، فيما تواصل الفرق الهندسية انتزاع الألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية قبل دحرها منها خلال الأيام الماضية. تمكنت قوات الجيش الوطني من اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مديرية حيران شمال حجة. نعم، وقال مصدر عسكري إن الطائرة المسيرة المتفجرة تم استهدافها بالقرب من سوق شعبي في مديرية حيران. نعم، يذكر أن هذه الطائرة المسيرة هي الثالثة التي تعترضها قوات الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة شمال محافظة حجة خلال شهر أغسطس الجاري والخامسة منذ مطلع العام. ننتقل إلى الحديدة، حيث تواصل ميليشيا الحوثي قصف واستهداف مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية في مناطق متفرقة بالمحافظة. مصادر عسكرية قالت إن الميليشيا قصفت بمختلف الأسلحة مواقع العمالقة في منطقة كيلو 16 وشارع 7 يوليو وشرق مدينة الصالح. وفي السياق، أصيبت امرأة وطفلة برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في قرية 7 السفلى جنوب غرب مديرية حيس. معارك يومية في الساحل الغربي وهجمات تشنها الميليشيا الحوثية بالطائرات المسيرة والقناصة والألغام نتج عنها عشرات القتلى والجرحى. زخم التمرد في عدن وأبين وشبوه انعكس لصالح الميليشيات الحوثية في الغرب. الهجمات الحوثية اليومية على مواقع القوات الحكومية تتزايد بشكل مكثف وبكافة الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة. وقال مصدر عسكري ميداني أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة التابعة للميليشيات الحوثية شمال مديرية حيس مطلع الأسبوع الجاري. وأفادت مصادر محلية عن قيام ميليشيات الحوثي باستهداف منازل المواطنين في مدينة حيس مستخدمة قذائف الهاون والآر بي جي، وسقط قرابة 10 مدنيين وعشرات الجرحى خلال أسبوع. في مدينة الصالح أيضا شرقي الحديدة وفي شرق الدريهمي جنوبي الحديدة تعرضت مواقع العمالقة إلى قصف مكثف من قبل الميليشيات الحوثية مستغلة وقف الطيران العربي والهدنة الأممية التي تدافع عن الميليشيات، فيما تقف العمالقة والقوات الحكومية عاجزة عن الهجوم وتكتفي بالرد فقط. وبين هذين الوضعين يتساقط عشرات المدنيين قتلى وجرحى شهريا برصاص القناصة الحوثية وقذائفها وألغامها وهجماتها المسلحة. من جانبها، جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الدعوة إلى دعم اليمنيين للحصول على الرعاية الصحية، مؤكدة أن الملايين منهم يحتاجون تلك الرعاية. وذكرت المنظمة في صفحتها على الفيسبوك أن نحو 20 مليون شخص بحاجة إلى رعاية صحية، نصفهم من الأطفال. اليونيسف أشارت إلى أنها أطلقت برنامجا لتقديم الرعاية الصحية المجتمعية استجابة لحاجة المواطنين الذين يعانون من صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية جراء الظروف التي تعيشها اليمن. وصلت العملات الأجنبية صعودها في الأسواق المصرفية مقابل الريال اليمني في مختلف محلات وشركات الصرافة. وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا إضافيا، حيث وصل عتبة 600 مقابل الريال اليمني، إذ بلغ خلال التعاملات المصرفية مؤخرا 595 ريال للشراء مقابل 601 ريال للبيع. كما بلغ سعر الريال السعودي 157 ريالا للشراء مقابل العملة المحلية و 158 ريالا للبيع. ويأتي هذا على الرغم من إعلان البنك المركزي اليمني استمراره مصارفة سعر الدولار للتجار ب 506 ريالات. ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. على وقع انتصار عدن وأبين، الحكومة تعلن انفتاحها على الحوار تحت سقف الشرعية وتجدد رفضها المطلق لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة. الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن تؤكد دعمها الكامل للشرعية والتزامها بوحدة اليمن وسيادته، وتدفع نحو تشكيل جبهة يمنية واسعة لمواجهة الحوثيين.
مظاهرة جماهيرية في التربة تأييدا للشرعية ورفضا للتمرد والانقلابات. ومستشار رئيس الجمهورية يقول إن تحرير تعز المهمة القادمة بعد استقرار عدن. في النهاية دمتم ودام اليمن بألف خير، إلى اللقاء. إلى اللقاء.